ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذا الصباح. مما أعجبني وراق لي قول البعض: إن كان لك حاجة وليس لك قدرة فإن الله له قدرة وليس له حاجة. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذا لك حاجة عند الله تعالى، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. قبل أن تطلع اليوم، هل صليت الضحى؟ لحظة، صليت الفجر اليوم في وقتها أو لا؟ اسعى إلى أن تنال رضا الله تعالى قبل كل شيء. إذا كان الله تعالى عنك راض، يجعل الخلق يرضون عنك. ومن أصلح سريرة أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنيا. واسأل نفسك وسلي نفسك أختي الكريمة، هل أنت راضي عن نفسك أو لا؟ راضي عن اللي قاعد تسويه أو لا؟ أنت تعلم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تقول أكل عيش ورزق ودور رزقي وكذا كذا، رزق بيد الله تعالى اللي أنت ما تقف أمامه في صلاة الفجر، ولا تسعى إلى الذكر قبل النوم. بعض اللي ينام كأنه جيفة نتيجة، يعني ينام يمكن جنوبا، بعض ينام على غير طهارة، بعضنا ما يسعى أنه يقول أذكار النوم. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي أمه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام يجمع كفيه ويقرأ معوذات وينفث فيهما. هو محتاج الشيء هذا ليكون قدوة لنا ويعمل بدينه قبل أن يبلغ الناس. احنا نسعى أن من أجل الأكل للرزق، من أجل يا أخي الرزق بيد الله تعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الأحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم الله على نفسه في آية الرزق، رزق موجود، لكن البعض يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب. لازم نعرف أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، ما راح تقدر. ولو كان زوجتك، ولو كان الزوج، ولو كان أقرب الناس لك، كفران عشير من بعض الناس، بعض النساء، بعض الرجال، بعض كذا، ما يبين الخير، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. تذكرها، إرضاء الناس غاية لا تترك، ما راح تقدر تتركها. إرضاء الله أهم شيء، غاية لا تترك. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أفا عشان يقولون عني وكذا، تسعى أنك أنت ترضي الناس وتنزل نفسك ومستواك عشان ما يقولون عنك ما يزعلون عنك. والله تعالى يغضب عليك عادي، يمس أجنبية عادي، يسوي حرام عادي، عشان بس ما يقولون عني كذا. يقول عليه الصلاة والسلام: صلى على رسوله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، خسر الدنيا والآخرة، هذا هو المسكين، ونحن فقراء إلى الله. والله الغني الحميد، الله الغني وبيده كل شيء، خزائن الدنيا والأرض. حتى لما تطلع من باب المسجد، أقرأ شيء مكتوب على الباب إذا كنت حافظ الدعاء، قوله دائم بسم الله والصلاة والسلام على رسوله: اللهم إني أسألك من فضلك. تبي الرزق بيد الله تعالى، لما تسعى أنك تنال رضا الله تعالى، الرزق يكون لما تخرج المسجد. لذلك يعني البيع والشراء داخل المسجد محرم ولا يجوز. تبي الرزق صل مع الجماعة وانت طالع، تذكر: اللهم إني أسألك من فضلك. طيب أنا أصلي أصوم كذا كذا، الله ما رزقني، لا تقول هذا الكلام. الله رزقك لكن ما تدري، الرزق بيجيك بالطريق لكن أنت تعجلت. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا واحد ما هو مسلم، ولا واحد مسوي حرام وكذا كذا، الله فاتح عليه. واحد يقول لي، يقول والله تلقى هذا درزي ولا نصراني ولا مدري ايش ولا كذا، الله فاتح عليه وانا اصلي اصوم الله مو معطيني. اعوذ بالله، شو الكلام؟ ما يجوز والله الكلام هذا، من اكبر الكبائر. اعوذ بالله، يعني معنى هذا الكلام يعني يا رب انت ما انت عدل. اللي ما يصلي وما يصوم وفاجر وعاقل والدي، الله فاتح عليه ومعطيه، انا اللي اصلي واصوم ما أعطيني. أعوذ بالله، إن الله ما هو عادل. تظن أن الله إذا أعطى أي إنسان مال وفتح له الدنيا إن الله يحبه؟ الله تعالى ما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا، ما أعطاه من المال، ما فتح له من المال، ينام وكان يعني يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، كسرت رباعيته، شج رأسه، ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، وأكثرها الجنة الفقراء. تذكر أنت، لا أظن أن الدنيا إذا الله تعالى أعطى واحد فاز، الله يا حظه يا أخي الله يحبه، شلون الله أعطاه؟ لا مو صحيح. انظر إلى غير الناس، غير من الناس المسلمين وغير المسلمين، كيف الله فتح عليهم؟ مو مقصد أن الله يحبهم.
لو أن الله إذا حب إنسانا فتح عليه الدنيا لأعطى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين كانوا معه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله يبتلي الإنسان على قدر إيمانه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن يترضى على الله تعالى. أنا واحد قال إياه قال قسم بالله ما يصلي وكذا وراعي خربطه وسوالف وحرام عنده والله فاتح عليه. إيش معنى كلامك؟ يعني الله ما هو عدل مسكن؟ لأن هؤلاء يظنون أن الدنيا إذا الله تعالى فتح على الواحد أن الله يحبه، وهذا هو المسكين لأنه هو يحب الدنيا. طيب ما في مشكلة واحد أنه يحب الدنيا لكن يبتغي فيما تارى دار الآخرة. قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال وأحسن كما أحسن الله إليك، قال ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة. وين صلواتك؟ هو ما يصلي أنت ما لك شغل فيه. الله أعطاه جنته في الدنيا وجنتك أعظم منها في الآخرة. نصبر ونحتسب الأجر ونصبر على رضا الله تعالى ثم والدينا. لا تطلع من الباب البيت إلا أمك وأبوك راضين عنك. كان أمك وأبوك موجودين الوالدين كلاهما فأحمد الله تعالى. سمعت إن أمي في القصيم والله نطر طيران على طول لها وقبت قدمها. رحت بعيد في الكويت ما لقيته، قال والله راح في القصيم عيدت. فجأة أخوي خذها بندر عسى ربي يحفظه يجزاه خير، خذها قال لي ما خلنا نصيف ونقعد نعيد في القصيم. نزلت الكويت على طول طيارة، ما أبي أنام ليلة واحدة. العيد وش العيد إذا أمي مو قدامي ما هي راضية عني؟ أحمد ربك إن أمك موجودة وأبوك موجود. إن كان أبوك موجود هنيئا لك. فاسعى أنك تنال رضا الله تعالى ثم والديك. الدنيا شنو الدنيا بدون رضا الله تعالى ولا رضا الوالدين؟ فما كان أبواه حيان أحدهما أو كلا هما اسعى لبرهما وقبل يدها وقبل قدم امك والله العظيم تجد التوفيق في الدنيا والاخره. اسف اليوم كلامي كان طويل مع ان صوتي رايح، لكن احبكم في الله وهذه وصايا سمعتها ورايتها من بعض الناس حبيت ان اسلط الضوء عليها. الله تعالى ان لا يحرمكم الاجر ويثبتكم في الدنيا والاخره على الحق وعلى السنه. واسال الله تعالى يحفظ ابويكم ويحفظ ابائكم وامهاتكم ويغفر لمن مات منهم. وأسأل الله تعالى أن يسكن والدي الجنة. وأبوي اللي كان يوصيني كثيرا قال ولدي تكفى فيصل أبيك ترفع رأسي وأتبلى أني أرفع رأس أبوي. هذا لأن أبوي هو اللي يعني رباني وأوصاني وكان يشجعني على الأذان وشجعني على القرآن وشجعني على الإمامة، فضل من الله تعالى. وأنا أقول يمكن لأول مرة في عمري وصلت إلى هذه المرحلة بتوفيق من الله تعالى ثم دعاء والدي، وبالذات أبوي كان يشد علي ويخلي لي بيكون يبيني أكون يعني فعلا قدوة حسنة. أسأل الله تعالى أن يغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويجعله في عليين ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأباءكم وأمهاتكم ومن مات منهم. بروا أباءكم تبركوا أبناءكم نشوفكم على خير إن شاء الله. ولا تنسون دعاء كفارة مجلس وصلاة الضحى إن كان عندكم وقت صلاة الضحى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.